احتضنت قاعة المحاضرات بجامعة محمد بوقرة ببومرداس الندوة الثامنة حول المحروقات والكيمياء ببرنامج ثري ومداخلات عكف على تقديمها أساتذة وباحثون. نعم، محاور أساسية عولجت بالندوة بأهداف تصب في خلق فضاءات علمية لفائدة الطلبة والباحثين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين. التغطية لحنان هارون، نتابع. استغلال المحروقات ونقلها، الهندسة الكهربائية في الصناعة البترولية، الصحة، السلامة والبيئة، إضافة إلى هندسة الطرائق، مواضيع ومحاور هامة على علاقة برهانات الساعة والتحديات الاقتصادية، شملتها الندوة الدولية الثامنة للمحروقات والكيمياء. Le séminaire Ternahnaya, on le fait chaque deux années. Il consiste à rassembler les chercheurs qui travaillent sur la problématique des hydrocarbures. Gata tachassosat à les hydrocarbures. Le mahroukat, donc c'est tout ce qui est combustible. Donc il y a le gaz, le pétrole, le benzène, les raffineries. Et de l'autre côté, le kimia, tout ce qui est transformation. Le pétrole, il y a beaucoup de les produits que vous utilisez, le microtac, le plastique, le pétrole. Donc c'est pour ça, ça c'est la pétrochimie. En lien avec des travaux qui sont menés à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, autour de l'amélioration de la récupération assistée des pétroles. Et donc j'ai eu l'occasion de présenter quelques résultats autour de ces problématiques-là et montrer l'importance de bien comprendre les phénomènes à l'intérieur du puits, en particulier par rapport aux écoulements des polymères. L'Université de Pau et des Pays de la Dour et l'Université de Boumerdès, on a pas mal de collaborations, que ce soit effectivement au niveau des problématiques du symposium, donc les hydrocarbures, mais aussi la chimie. لتجنب الهزات الظرفية وفي ظل استمرار ظاهرة التقلبات في أسعار البترول، تبقى حتمية البحث وإيجاد موارد طاقوية واقتصادية بديلة ضرورة حتمية. Actuellement, il y a les énergies renouvelables qui font une éruption dans le domaine industriel. Donc on essaie de revaloriser le domaine des hydrocarbures malgré tout avec des techniques avancées. عندكم خبرات عالية هنا في مجال المحروقات. موضوع المحاضرة اللي هقدمه هيكون عن الـ unconventional reservoirs. بالعربية الخزانات النفط والغاز غير التقليدية. إن العالم حاليا بينتج من الخزانات التقليدية. الخزانات التقليدية بينتج منها لأن ما زال التكلفة إلى حد ما قليلة. غير التقليدية التكلفة فيها بتكون عالية كتير. نعتقد إن في العقد القادم هتكون الاتجاه نحو الخزانات غير التقليدية. مسألة ربط الجامعة بالعالم الاقتصادي تحد فرضته الظروف الحالية، خاصة في تخصصات الكيمياء والمحروقات التي تضمن عمقا اقتصاديا هاما في مجال استغلال المصادر الطاقوية. كل الاقتصاد الجزائري يرتكز على المحروقات والكيمياء، ولذلك كلية المحروقات والكيمياء نحن من جانبنا نحاول دائما التركيز على هذا المجال، مجال التطوير ومجال استغلال البترول والكيمياء. ويبقى هدف الندوة خلق فضاء علمي لفائدة الطلبة كتحد أكبر للجامعة وضرورة ربطها بالعالم الاقتصادي لتطوير الأبحاث العلمية وترجمتها واقعا عبر مؤسسات مصغرة ومتوسطة.